حكينا بقى لاخر لعبه ترابيزه، وهنشوف بقى الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر اللي هيحدد بقى اللي هيحسم الموقف. نجهزين السوري؟ صح صح كده معايا. يلا نشوف بقى مين هيوقف الازازه. نبتدي يلا على طول بسليمو بما انك كسبان. يلا سليمو. مفيش. يلا الله كانت هتيجي. يلا ماشي. يلا ماشي. ما جاتش. ما جاتش. مش حظي. جت. حطي او. يلا هنا. ماشي. يلا يلا. ايه ده سليم؟ يلا تقول لك شاطر. يلا يا سليم. حط اكس. ماشي يا عم. بيقول لك عادي اخوك. يلا. حطي اهو. وقف وقف معلش بس وقف. يلا. يلا خلاص. يلا يلا معلش. يلا. يلا يا سليم. يلا يا اسم. سليم اسم. يا رب. مش ممكن. يلا حطي. هتحطيها فين؟ هنا هنا هنا. ماشي هنا. يلا كده واحدة بس. يا انتوا هتكسبوا يا انتوا هتكسبوا. اللي ازازته هتقف هيبقى كسبان غالب. يلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد في توتر رهيب. كسب اخيرا يا سوري. الحمد لله. ايه الفرحه دي؟ الحمد لله كسبوا اخيرا. تعالوا بقى استنونا بكره في نفس الميعاد، عندنا الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله. بس النهارده انتوا اتبسطتوا؟ اتبسطتوا قوي قوي؟ طب قول لهم باي باي.